انه هو شايف نفسه كبير، حنوريه حاله، وفي النهاية ايضا ايضا حنوريه انه هو منا ومحتاجينه معانا في الغرب، وما في داعي بيروح عند التنين الصيني لانه ايش معانا، حنثبت له امتيازات تاريخية قديمة، حيربح. طب ما هذا المشروع فشل، ما هذا المشروع لا فشل. لسه قائم، لسه هذا مشروع للتفاوض، هذا مشروع للتفاوض لم يفشل بعد. انه تأتي عندنا، لا تذهب عند الصين، تأتي معنا، حنثبت لك جل الامتيازات القديمة. هكذا كان يفعل الأوروبيون مع بوتين وأنجيلا ميركل. نعم. محاولة تطبيق هذا المشروع. نعم. بعد حرب أوكرانيا ما زال قائما هذا ما زال المشروع؟ قائما طبعا، وأثبتته الآن وثيقة الأمن الأمريكي، حبر على ورق يعني، أثبتته مكتوب، الناس يرجعون إليه فقط. 12 أكتوبر 2022، نزلوا وقرأوا، وأنا أردت أن أقرأ بس الوقت ما يسمح. إذن المعادلة إيش هي حتى نبسط للمشاهد؟ يا بوتين أنت على اللعبة الدولية أصغر، وما تسمح لك مؤهلاتك أنك تصبح دولة قطبية، تبقى دولة كبرى إقليمية نووية. تكون معانا حنثبت لك المزايا، وحنفتح لك السوق، والسوق سوق سويفت والسوق الغربي والملاحة الدولية والفضائية والرقاقات وشبه المواصلات والإلكترونيات، وأنا حنفتح لك كل شيء. لكن بتعرف حجمك يعني كدولة كبرى مش دولة عظمى، تمام؟ إذا بدك بتروح بتركب حالك وبتركب هذه المغامرة، حنوريك في أوكرانيا إنك مش قدها. إذا مع ذلك أردت أن تذهب إلى الصين، حتروح تغامر مع الصين، حيعطوك إيش يعطوك الصينيين يعني؟ شوف إيش يعطوك الصينيين، شوف المشروع هنا. الصينيين لابد أن نعرف الصينيين كيف، الصين كيف تنظر لروسيا، تنظر لها مهدد يا أخي، مهدد، وروسيا نعم. تنظر إلى الصين أنها مهددة. الصين تستطيع أن تأخذ ثلثي روسيا في 24 ساعة، لازال هناك صراع حدودي رغم كل الاتفاقيات الأخيرة والمناورات العسكرية المشتركة. إلى الآن ترفض الصين إمضاء أي معاهدة استراتيجية مع روسيا، مخليتها بالقطعة، بالفاوض بالقطعة على الهاتف، لا ما نفاوض على الشركة، نتفاوض على الهاتف يعني بالقطعة، فهمت علي؟ ليش؟ لأن في تهديد. هنا ماذا نلاحظ؟ الصينيين لا، عندهم نظرة أخرى، بيقول لك إحنا ماذا؟ نحن سنقدم أنفسنا المهد الاقتصادي، الروافد الاقتصادية بخط الحرير للمشروع الأوراسي وللمشروع الأطلسي. للمشروع الأوراسي الروسي، شوف هنا الصورة، وشوف سواء البري أو البحري، أو العلاقة الاستراتيجية بين الصين وأمريكا التي التبادلات التجارية تفوق 800 مليار دولار يا أخي في 2018 فقط، فقط 800 يعني 126 مليون دولار من أمريكا للصين و475 مليار دولار من الصين لأمريكا، يعني فيها ربط مصالح استراتيجية مهول. لهذا ماذا يقولون؟ انظر ماذا يقول الأمريكي في الوثيقة على الصين. حتى ما نرجع نقرأ، خلينا نركز على فكرة لو سمحت اللي فيما بقي من وقت الصين، لأن الوقت يدركنا سريعا. باقي الصين. طيب بايدن بيقول الصين دولة محورية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولها تأثير كبير على التحديات المشتركة التي يواجهها العالم، بمعنى مركز على التحديات المشتركة أكثر من التنافس الدولي. واضح أين موقف؟